وللأسف الشديد هذه الفئة القليلة التي لا تؤمن بأدب الاختلاف، فئة لا تؤمن برحمة الإسلام ولا بسعة الإسلام ولا بإنسانيته، تؤمن وللأسف الشديد بالرأي الواحد، تؤمن بالذي خلفك تكفره، تؤمن كذلك بالأسف الشديد بسوء النية، تؤمن بالعنف، وهو ما يسمى الإسلام السياسي بصفة عامة، سواء تكفيري سلفي إخواني كل هذا التيار. هل في الموضع ما تفعله الدواعش والجماعات التكفيرية أو ما تفعله الجماعات التي هي سيست الدين وضرت بدين الله عز وجل، سواء في تونس ولا غير تونس، الواحد يسكت؟ لا أبدا، بالعكس، أنا من باب المسؤولية أن يتكلم وأن يقول الكلمة ويقول كذلك رأيه في هذه المواضع، حتى لو عرضتم حياتكم للخطر. والله الآلاف يدفعون الثمن. في ظرف 6 سنوات 2 مليون قتيل وجريح في العالم العربي، إلى متى؟ بسبب الدواعش، بسبب الدواجع، بسبب التكفير، بسبب الإسلام السياسي. طيب إذا كان هذا ما يسمى الآن يسموها الخلافة الإسلامية ولا ما أدري إيش، على أجساد وجثث المواطنين والأبرياء، تدمير لحضارة كاملة، إذا الإسلام جاء لقتل غير المسلم، لماذا لم يقتلوه من الأول؟ حاشا وكلا، يكفينا أن نلقي اللوم على غيرنا، دائما نظرية المؤامرة، يتآمرون علينا. نحن عندنا في التصوف إذا تشير إلى أخاك هكذا فثلاث يعدنا إليك، رو كذلك 3/4 المشكلة، نحن جزء منا، التكفير جزء منا. شكون نحن؟ شكون جزء من هذه الأمة، جزء من العالم العربي. يعني طيب الآن الدواعش منين خرجوا؟ الدواعش خرجوا من البحر، ما خرجوا من دولنا، من أبنائنا، من جلستنا. يعني تونس أكثر من 5-6 آلاف 7 آلاف ذهبوا، أوروبا 7 آلاف، فرنسا 1700، أرقام خيالية. يعني هناك ما يقارب 200 بدأوا يرجعوا أخيرا، لكن الحقيقة لماذا ذهبوا هؤلاء؟ إذا كان مغرور بهم 2011-2012 ربما نفهم ونتفاهم شيئا ما، كان الظرف ما، منادات بالحرية، منادات بمساندة، هناك كارثة، هناك كارثة إنسانية، ما أدري إيش. ولكن ألم يتفتنوا 2013-2014-2015 لمدة 5-6 سنوات عملية قتل وإبادة، اغتصاب، قطع رؤوس، يعني ما أنزل الله بهم السلطان، وحشية اللي ربما لم ترى مثلها الإنسانية. فإذا في ذاك الوقت لم يتراجعوا، في ذاك الوقت لم يقولوا، يعني يفضحوا هذا الفكر، يأتوا الآن على أي أساس يرجعوا؟ يرجعوا على أي أساس؟ هذه المرأة ذهبت والأسف الشديد تنتمي على أساس هزيمة داعش، على أساس هزيمة. إذن إذا ربح الداعش فيبقهم، إذن يحتلوا باقي الدول، إذا ربما يكون السبب لخراب ذلك. لا عودة لهؤلاء للأسف الشديد، هم قتلة. لا أبدا، هم قتلة. يعني نحن مثلا في فرنسا امرأة عادت أخيرا، مسكوها في الايروبور رواسي، في المطار رواسي شارل دي غول، المرأة أخذوها على المباشرة على السجن، انتمائها إلى جماعة متطرفة، الأبناء أخذوه من مؤسسة اجتماعية تسمى لاداس، فكل طيب. أبناء متاحة. نعم بالطبع، هذا القانون، القانون مباشرة. على أي أساس أبناء مثلا أخت محمد من راح، هذا محمد من راح القتل، الجريمة في تولوز، أم وأربع أبناء ذا سافرت إلى سوريا والعراق، ليش تسافر هذه الأم؟ لماذا سافرت؟ الآن بدها ترجع، والأسف الشديد على أي أساس ترجع؟ عندما نأخذ أطفال مثل هؤلاء نضعهم في مؤسسة اجتماعية مثل لاداس، هي غير مهيئة، لأن أطفال فقدوا طفولتهم للأسف الشديد. يعني والأسف الشديد بحكم الوضع، بحكم الجرم الذين فعلوه والوحشية صارت فيهم صفة وحشية. ممكن هذا عمره 12 سنة يدخل في مدرسة عادية فرنسية بسكين يذبح 60 واحد، طيب لماذا نحن ندفع الثمن ذلك؟